الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. زمان أيام التليفون الأرضي أما كان يعني في بيوتنا وما فيش تليفون غيره بنستعمله، كان تقريبا يعني موجود في كل أوضة من أوض البيت عدة، العدة الرئيسية أم قرص دي اللي كان لونها رصاصي. وبعدين بقى أهلينا بقى كانوا يسافروا برا ولا حاجة، بقوا إيه يجيبوا العدة اللي هي عبارة عن سماعة واحدة واقفة، دي كانت حمرة كده والقرص يبقى من تحت كده، أو العدة اللي بالزراير. وبعدين حصلت الانطلاقة في عالم الاتصالات، وبقى فيه التليفون اللاسلكي يتشحن ونتمشى بيه بقى في الشقة من غير ما تجيب التلاتة متر سلك اللي تقعد تسلكهم من حوالين رجلين الكراسي والفوتيهات وتعديهم من تحت باب الأوضة. وقال يعني بقى تعمل ناصح وتقفل عليك الأوضة وتقعد تتكلم بصوت واطي، فتلاقي مامتك أو باباك من الأوضة التانية بقى رفع السماعة وسماعة التليفون من العدة اللي عنده وسمع نص المكالمة، وبعدين يقوم داخل في النص قايل لك إيه، بتكلمي مين؟ فأقول لها دي فلانة. فازيك يا حبيبتي؟ هي بقى تسلم على فلان، عامله ايه وازاي يا ماما؟ وبعدين تقوم قايله لي ايه، طب يلا دعاء اقفلي بقى عشان عاوزه التليفون. او تلاقيها مثلا وانا معايا صاحبتي وبنرغي مثلا، تقوم قايله لي طب طبقتي الغسيل؟ مش عارفه فتحتي عملتي ايه؟ حاجات من هذا القبيل. طبعا انا لو تجرأت وندهت على بنتي وهي بترغي مع صاحبتها في موبايلها تصغر لي بتشاور لي اسكت عشان حضرتها بتتكلم مع صاحبتها، فما يصحش صوتي يعلى او انده لها او اقول لها حاجه وهي بتتكلم مع صاحبتها، تقوم واخده موبايلها وتبعد خالص من قدامي عشان الازعاج اللي انا عملته لها. معذورين، ما يعرفوش يعني ايه مكالماتهم تبقى تحت المراقبه 24 ساعه. والتليفون اما يرن كان في البيت كان يعني كله يرد على اللي بيتصل في نفس الوقت، يعني ومفيش حاجه اسمها نتكلم في اسرار ولا نقول حاجه كده ولا كده، لانه في اي لحظه السماعه هتترفع والتهزيق على اي كلمه كده ولا كده بيبقى في ودان اللي بيتكلم معاكي على طول. طبعا كان لينا طرقنا في الزواغان وفك الحصار ده من وقت للتاني، كنا ندخل نشيل فيشه التليفون من اوضه مامتي وهي نايمه مثلا. صحيح الريسك كان بيبقى عالي، لان هي لو اكتشفت ان الفيشه متشاله العده بقى نفسها كانت بتتشال اصلا من قدامنا. دلوقتي احنا اللي بنسعى ان كل حد من ولادنا يبقى معاه موبايله عشان نعرف نطولهم، عشان نعرف نلاقيهم بسهوله، عشان نعرف نكلمهم في اي مكان هم فيه. طيب فكرة بقى ان احنا نراقب اولادنا في العصر والوقت اللي احنا فيه ده، قد تكون فكرة سهلة ويعني متاحة لانه الموبايل موجود، الرسائل عليه موجودة ممكن نقراها، الارقام بتبقى متسجلة اعرف ده مين اللي بيكلمها ومين بيكلمها، انما في نفس الوقت بتبقى صعب برضو لان الخصوصية زادت قوي وكل واحد قفل على نفسه قوي بعدته بموبايله بخطه بتليفونه بكل حاجة. طيب احنا ازاي نراقب اولادنا؟ مش نراقبهم بمعنى نتجسس عليهم، لا نراقبهم بمعنى ناخد بالنا منهم بس من غير ما نخنقهم ومن غير ما نحسسهم ان هما متراقبين اصلا. ده موضوعنا مع دكتور ايهاب عيد استشاري سلوكيات الاطفال، اللي حضرتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسالوا اي سؤال بس بعد فاصل قصير. اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. ممكن نقول عليها المعضله او المشكله اللي احنا يعني بنعاني منها، ان احنا بنبقى عاوزين طول الوقت عينينا عليهم، عاوزين طول الوقت نراقبهم ناخد بالنا منهم، لكن الطفل بقى بيكون شايف ان كده ابوه وامه يعني خانقه ليه بيخنقوه، هو معظم الوقت عاوز يعمل كل اللي بيحبه حتى لو كان غلط او يعني في شويه تجاوزات، يعني هو عايز ينبسط. فاحنا عايزين نعمل المعادله، يعني نسيبه ينبسط واحنا عينينا عليه وفي نفس الوقت ما نحسش انه مخنوق. دكتور ايهاب عيد اهلا بحضرتك، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. من حق الاسره انها تصيف جدا علشان البطاريات الشحن اللي فيها ده طول السنه لازم يعاد شحنها تاني وتفريغها كده. تمام، ده مهم قوي. طيب احنا بقى وانت في المصيف وولادك كده ربنا يبارك لك فيهم معاك، عينك كانت عليهم ازاي؟ حلو قوي. يعني هو انا عايز اقول يا دعاء، لان عجبتني برضو جدا دايما مقدمه الحقيقه بتبقى فيها كده احتراف شويه حقيقي يعني، والسرد التاريخي لازاي الموبايلات والدنيا، لان احنا عشنا الحالات دي كلها فعلا يعني. هو مش كانوا يرفعوا عليك السماعه وانت بتتكلم؟ الحمد لله، بس الاوضه الثانيه ما كانش فيها عده ثانيه. كان عندنا عده ثانيه، كان ليا طرق يعني اعرف ازوق كويس يعني. هو الفكره ايه، انه السؤال الاول هل الملاحظه للابناء جائزه ولا واجبه ولا مفروضه ولا طبعا هي مهمه جدا. طبعا
طبعا. وزي ما الآية القرآنية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، إحنا مسؤولين عن ولادنا. يعني مش العملية تجيب عيل، كل أم هتجيب طفل صغير هتهمله أو تعتمد على مامتها أو من الأول ما هو صغير لحد ما يكبر تبقى أم. أنا في رأيي تقيم في عداد وإطار المهملة شوية. وأول حد بيلاحظ الحكايات دكتور الأطفال، لما يحس إنه في مش عارف من تحت تسلخات، إيه أنت ما بتاخديش بالك يا ماما، فآخد بالي دي معناها ألاحظ يعني أنا بص أسمع أشم ريحة حاجة غريبة في الطفل من صغره وهكذا لحد ما نكبر. الملاحظة فن، ملاحظة علم، تألف فيه كتب وكتب، مش ملاحظة اللي هي الأمنية، لا ملاحظة في التربية في الأطفال، كتب أجنبية عن الملاحظة observation. ودايما عندنا في الطب نقول a good doctor is a good observer، الدكتور الشاطر دكتور بيلاحظ كويس يقدر يطلع كويس، والأم الشاطرة بالقياس بقى، والأب الشاطر هو أب يقدر فعلا يلحظ من على بعد إن ابنه متغير، إن بنته مش طبيعية، إنه الولد ده حزين باستمرار، مكتئبة، مش عارف إيه، مخها مشغول شوية، بتفكر في حاجة على طول، مش معانا مركزة. كل دي ساينز أو علامات تدل على إنه الطفل يا دعاء مش في طبيعته، يا إما متاخد من قبل حد، يا إما في حاجة. وليه إحنا لازم نبص؟ يعني أنت عندك مخدرات، عندك أصحاب صحيح. سوق طبعا 60 مشكلة. فقصة هما كانوا هيعملوا إيه أهالينا؟ يعني كانوا هيضطروا فعلا يفتحوا، هيراقبني إزاي النهاردة؟ يعني المراقبات برضو لها طرق تانية، ابتداء بقى من الكاميرات أنا مش مطالب إن أنا أعمل قوي ده كده، زي ما أنت قلتي هو الشعر اللي بتفصل ما بين الملاحظة والتجسس شعرة. أنا مش عايز أتجسس، ونهينا عن التجسس برضو. والمراهق مش من حقك، يعني أنت بيقول لك حتى بعض الدول الأجنبية في الكتب بيقول لك إيه، أنت يعني استأذن المراهق اللي هو شكله هيضيع كده وتعالى خده يعني عايز تفتح دولابه وعايز تفتح درجه، ممكن نفتح مع بعض الدرج نبص بهدوء. فاذا في حتى اداب للملاحظه. يعني في امهات تقول لك بعد ما ابني ينام او بنتي تنام افتح الموبايل اشوف لا رسائله. لا, لا انا مش من رايي ده كويس الحته دي انك فتحتيها دعاء. انا مدرستي او طبيعتي او تربيتي او المنهج اللي انا بنتهجه ما بيني وما بين زوجتي، ما بيني وبين اولادي، وشايف انه ماشي كويس جدا مع كل الناس. انا ما بفتحش موبايل مراتي، ومراتي ما بتفتحش موبايلي بصراحه الا لو انا عايز افرجها حاجه، واتساب، صور، واتيفر. ها ونفس الشيء في الاولاد، بس الولاد حاجه ثانيه. نحتاج الولاد، يعني بمعنى انا النهارده عايز افتح موبايل ابني يعني نحترم الخصوصيه شويه، ممكن ابص يعني، وبرده بلاش كده هات الموبايل او اخد انا منك الموبايل. صحيح ده انا في قصص كتير شفتها كشف لي عن مشاكل، والاب اكتشف مشكله لما لاحظ الموبايل، بس مش دي الطريقه. ما تشرخش الدنيا عشان توصل للحقيقه، وبعد ما توصل لها باظت العلاقه بينكم برده. نقدر نوصل وادينه مساحه يمسح اللي هو عايزه يا ستي. الله. اه طب انا هعرف ايه بقى؟ لا ما انت بصي هقول لك حاجه، انا عايز اعرف. لا ما انت بصي انا مؤمن بحاجه، ما تزنقنيش في ركن وما يتقفل عليا النور والماء والهواء، كطفل كابني كزوج كزوج، لو انت حريص على مستقبل هذه العلاقه. اللي عايز يقتل حد بقى يزنقه وما يخليلوش اي دليل، لكن سيب لي مساحه اطلع منها. ما احنا بشر برده، هيغلط واحنا غلطنا وكلنا بشر. فهو يعني ايه ممنوع يتنفس شويه، فادي له فرصه عشان هو يعرف ان بس مجرد شعور الابن او الابنه بانه هو ملاحظ او مراقب بس بدرجه خفيفه قوي، لعلمك ده بيديله شعور بالامان وفيها لذه. لكن الغتاته بقى اللي انت قلت عليها او الخنقه، ان انا بقى فين، وزي الزوجه مع زوجها، جيت منين رحت فين، او العكس وبرضه في زوج. يعني السنس الشعره اللي بتفصل ما بين ما يجب ان يكون، يبقى في ذوق كده وجنتله في التعامل، وما بين انه الموضوع يتحول الى احنا قاعدين في في في, في مركز شرطه. شعره برضه. ام دينا. الو الو اهلا يا ام دينا. الو ايوه معاكي، سامعاكي، اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي انا متاسفه يعني، بس انا هتكلم في خارج الحلقه بتاعت حضرتك النهارده. اتفضلي اتفضلي. لو سمحتي يعني انا بطلب من حضرتك مساعده، يعني عندي واحده هتتجوز وكده، فهم واقعين في ضيقه جامده قوي، ومن خلال البرنامج بتاعك انا حبيت بس لو اي حد يقدر يساعدها. معلش. طب سيبي رقم تليفونك يعني. سيبي رقم تليفونك وقولي ظروفها، واي حد ممكن يعني يتصل، يعني عايز يعمل خير او كده يتصل ببرنامجنا واحنا نديله الرقم وهو يتحرى الدقه. طيب حضرتك بتقول حاجه، اصلا شفت المشهد ده قدامي، يعني شفت ام بتشد من بنتها الموبايل قدام الناس تقول لها اديني، بقول لك هاتي الموبايل، قالت لها
ليه مامي مثلا او لا، قالت لها بقول لك اديني الموبايل. احنا كامهات يعني شايفين ان الام دي عندها حق انها تاخد من بنتها الموبايل في اي وقت ويبقى مباح ليها. الكلام ده صح ولا مش صح؟ بص، زمان انا قريت كتاب ايام ما قبل الموبايلات والكلام ده، وكنت بشتغل في المدارس واروح اشوف الاطفال وبتاع، كنت عايز اتعلم ازاي الاحظ الاطفال والاحظ سلوكياتهم. فلقيت كتب بتتكلم عن انه اللي عايز يعمل فن الملاحظه يكون معاه نوتس كده، قلم ورقه، ويقعد يبص على الاطفال يسجل ملاحظاته كويس. زي ما احنا دلوقتي في عياداتنا وفي مستشفياتنا وفي الاماكن المتخصصه بنعمل غرف حتى بيسموها الوان سايدد ميرور، اللي هي ندخل طفل يلعب جوه وهو بالنسبه له شايف مرايه وانا شايفه، كويس، عشان عايز اعرف من غير ما اعمل له انا مضايقه او كده. فايده ده ايه او ايه علاقته بالدعاء بتقوله؟ انه انا لما بلاحظك بهدوء مره واثنين وثلاثه وبسجل بشكل كرونولوجيكال زمني، اصل انت مش لازم وقت ما اشوفك اقول لك هاتي ده انت اللي كده مندفع، وممكن وارد في السيناريو ده لما اخد منك الموبايل ما الاقيش حاجه ويبقى منظرك مش ظريف وكشفتي ورقك ان انت شاكه فيا وما يعني ما فيش ثقه بينا، باظت العلاقه باندفاعك انت مش بخطا الطفل اللي ممكن برضو يعني يشتغلك ويقعد يضحك ويقول له ماما عملت فيها مقلب وكذا، واخد بالك؟ فلا مانع من ان انا زي ما بقول كده الاحظ مره وتدي نفسك فرصه واتنين. الاب المندفع والام الشكاكه شيء غير ظريف خالص. ولذلك يعني الأصل في العلاقة بين الأبناء وأهليهم هي مبنية على الثقة والحب وتحمل الخطأ. الأب الطبيعي والأم الطبيعية عارفة أنك هتغلط يا حبيبي وتقول له زي ما قلنا عن أخطائنا، إحنا وإحنا زي غلطنا. مش الأصل في الأمور إن إحنا قاعدين إحنا مش ربنا، يا ريت، إحنا بنتمنى نكون زي الرسول صلى الله عليه وسلم وده اللي بنسعى له، بس في نفس الوقت يجب أن نعترف أننا بشر وندي بقول مساحات. فقصة ان انا اسحب الموبايل منك فجأة ويعني اما تكتشفي حاجة غلط او ما تكتشفيش اصبح انت منظرك وحش، اكتشفتي طيب بقيتي انت زي ما قلت مرة قبل كده كنا بنتكلم بقى ان كولومبو كشفتي وبعدين اللي حصل انك شرختي العلاقة، هتصلح ازاي؟ يعني اولا ابنك ده هيبقى مداخله في الارض على طول، كسرته هو وكسرته على سبب ما يستاهلش الكسر. افرض ان واحد، معلش انا بقول افرض ان حد كان بيراسل حد، ولد مع بنت، طبعا هو تطور العلاقات دون وازع او دون يعني محاوله للحوار والابتعاد الكامل على الابناء هو ده اللي بيجيب مشاكل. انما ان انا ابقى صديق قلنا صاحبه سبعا في من 14 ل 21 سنه واقعد اقول حتى اسمع واخد واشتري اكتر ما اقول، بيوصل لي المعلومات وداتا كويسه ويخليني يوم ما اجي اقول انا مش حابب ده او حابب ده ابني يسمعني. فلذلك بقول انه يعني انا دلوقتي لو لقيت رساله لقيت حاجه هسال نفسي سؤال، ما كانش بيحصل ده معانا؟ ده احنا بس احنا كنا بنكتبها بورق وقلم وتحطيها في كتاب وترميها او تحذفيها في جواب او ها، حاجات كتير بتحصل بالشكل ده كانت في زماننا. دلوقتي الحمد لله الالكترونيكس واخد بالك، فما اشبه اليوم بالامس. ايه بقت حلال دلوقتي؟ وانا يعني دايما اقول الناس اللي هي شغلت مناصب دي وظلمت ناس، اقول هم ما كانوش في يوم الايام دول زي الناس. بتتغيروا امتى؟ الكرسي بيلعب فيكوا امتى بالظبط؟ احنا كنا صغيرين وكده، ايوه كلنا عشنا الكلام ده. تمام، طيب اخد رانيا. الو الو، اهلا يا رانيا. اهلا بحضرتك، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. اهلا يا رانيا، ازيك؟ اهلا وسهلا. انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص. ايوه. بس هو يعني ما بيتكلمش خالص، ما بيسلمش، ما بيتكلمش. وبعدين انا في الاول وديته الحضانه فكلموني قالوا لي ان هو مش طبيعي، يعني مش بيبص للمدرسه الولاد، مش بيتفاعل معاهم، ما لهوش دعوه بحد خالص. طب هو في البيت انت كنت شايفاه طبيعي؟ هو اول ما اتولد وهو عنده 1.5 سنة كان بينادي على اخواته وكان طبيعي جدا، يعني بيقول فوق وتحت وكتب وهو عنده 1.5 سنة. بعدين فجأة بطل خالص خالص خالص. فقلت يمكن عايز يروح حضانة. فوديته الحضانة فعلا، لقيتهم في الحضانة هم اللي قالوا لي خلي بالك ان في حاجة غلط. فأخدته وديته عين شمس، فهم قالوا لي ان هو ما بقدرش نقول ان هو عنده توحد لانه لسه ما كانش تم 3 سنين. فقالوا لي انت ممكن يعني نقول ان هو سباق توحد ونبتدي معاه في مكان خاص، يعني حضانه سبيشال نيدز.
ويبتدوا يعلموه ويظبطوه وكده يعني قبل ما يتم 3 سنين ممكن كل حاجة تروح ويبقى كويس. فعلا أنا وديته وبعدين هو كانش بنادي عليه ما كانش بيبص لنا ابتدى يبص أما حد ينادي عليه ابتدى مثلا هات وخد أوكي عارف كل حاجات بس في يعني في ساعات يحب يقعد لوحده مش كتير يعني بس ساعات ناس يعني مثلا عجل وعربيات والحاجات دي ما يحبش يركبها يقعد يبص عليها الاول وبعدين اجي اركبه ينظر. انت دلوقتي في اي مرحله بقى؟ انت دلوقتي في اي مرحله؟ يعني هو دلوقتي بقى يبص لكم بقيت تندهي عليه يجي؟ طيب احنا دلوقتي في مشكلتنا انه ما بيتكلمش بيلعب مع اخواته بيلعب مع اخواته بس يعني يلعبوا مع بعض ويبص لهم ويضحك ويزغزغوه ويبص يعني عادي يعني طيب يلعب معاهم ويضحك ويسخن لابس كمامه وكل الكلام ده بس ساعات دايما في الارض هريمه ضرب يعني يقعد يقرب فينا جامد يعضنا حتى اخوه كان ينادي عليه كتير دلوقتي لا فجأة كده بطل خالص يعني شوية يقول كلام وشوية بطل خالص. طيب ماشي ماشي يا راني شكرا لك يا راني. تمام بصي ده يعني اولا الطفل ده كده معنى كل اللي قالته رانيا ملوش علاقه بالذكاء خالص. انا مشكلتي معاه في التواصل اللي هي قالت عليه التفاعل. احنا مش عارفين نتواصل بس مش عارفين نوصل لبعض. زي ما اشتري مثلا كمبيوتر الشاشه سوري يعني بايظه مثلا فيها حاجه مش بتشتغل هرجع تاني يمكن يعمل لي زرار معين او يقول لي لا الشاشه عايزه تتغير. السماعات لكن معنى كده ان الهارد ديسك او شغال كله شغال بس في حاجه في مشكله بس في التواصل دي اللي يعني رمزت ليها الست بتاعت الحضانه قالت في حاجه غلط. يعني عجبني كلمه في حاجه غلط لكن ما عجبنيش كلمه قالوها في الاول ده مش طبيعي. لا هو طبيعي بس في حاجه غلط عايزه تتصلح. قصه ان الذاتويه اللي بتقول عليها التوحد مش قبل 3 سنين لا ده بتشخص من قبل كده دلوقتي ممكن 6 شهور كمان شخص ذاتويه. بس الفكره ايه انه فعلا هي سمات مجموعه سمات والكميه اكتر كل ما زادت الكميه كل ما قلنا قربنا من فكره الذاتويه اكتر. هو يعني باختصار الطفل ده الجميل ده اللي هو بيتحسن ودي امارات وعلامات انه الولد ده مش وحش كل المطلوب ان لا يترك وحده ابدا. قصه ان هو متفاعل مع اخواته بس بره مثلا لا ده سببه ايه ده انه يعني بحكم حياتهم بحكم نمط العيشه فهو ما فيش قدامه غير اخواته. بعض بيوت العيله كمان بيبقى عليهم ولاد العم مثلا. لا انت مجبره من الان ما اعرفش هو سنه كام 3 سنين ثلاث ونص. سنين الحمد لله سن معقول يعني مش كبير قوي. محتاجه رانيا تدفس الولد ده تخلطه بالعافيه وبلا هواده وفي سن معقول قبل ما يفوت مننا السن اللي انا بحس انه ده الوسط. على فكره بقول لك اذا كان من 6 شهور و7 شهور يعني ممكن الناس تبدا من بدري عن كده تبدا تحاول تعمل اختلاطات. فثلاث سنين سن وسطي يعني لان في متاخر مش كده. متاخر قوي مش متاخر قوي ولا مش بدري قوي يعني فايه المطلوب يبقى لازم نكثف عشان احنا نكثف الاختلاط ما اكتشفتهاش بدري قوي. ايوه نكثف الاختلاط ولسه ما ضاعش مننا الوقت. ده معناه ايه ان هي تبدا بقى تعمل جدول كده لنفسها تفكر في الناس اللي حواليها. المشكله دي بتقابلنا دعاء ساعات في الارياف في حتت ناس تضرب حد واحده قاعده في السعوديه مثلا وقاعده طول النهار لوحدها وجوزها بره يعني بتقعد انت بقى تفكر في حلول نسافر نغير الشغلانه نتعرف على الناس اللي حوالينا نتواصل ازاي يعني وما تعتبريش بقى طيب تكتب لسته فيها ايه بالنسبه ما انا بقول لك حاجتين ناس وفاكره حلقه مهام الاطفال بتاعتنا اللي عملناها من حوالي ايه 4 5 حلقات كده اللي هي بقول لهم خشوا على دعاء فاروق او على برنامج الدين والحياه اليوتيوب وشوفوا حلقه مهام الاطفال اللي هي فيها التاسكس ما تسيبوش فاضي ما تشغل يعني اشغله طول النهار خليه شغال. اما لو كانت هذه المهام او الانشطه كمان مصحوبه بكلام يبقى انت كده ضربت عصفورين بحجر واحد. اللغه تحسنت والمهارات الاجتماعيه والتواصليه تحسنت. لكن انك انت هو بدليل هو بيستقبل انه لما راح حضانه قالت لك اتعدل شويه بقى بالظبط كده يعني رجع وهنا أحسن. بالمناسبه الحضانه احد الحاجات اللي نعملها. الحضانه مهمه قوي. حضانه نادي اشخاص يزورونا
والله الحوش عندنا يعني بروتكتد او تحت السيطره، ممكن ننزله يختلط باولاد الجيران، مش عايز دقيقه فاضيه في حياه هذا الولد. ما يتسابش قدام الكرتون، ما يتسابش قدام الكرتون. وخصوصا خدي بالك غالبا السمات الحركيه او النمطيه لو كان مكتوب للطفل انه يحصل له حاجه زي كده غالبا ما بين يعني لحد 4 سنين، دي اشد اوقات. فكل ما يتساب فاضي في هذه الفتره ممكن بقى يعمل لي حركات، يبص في ايده، ما اعرفش الحركات النمطيه ايه اللي بالعجل، ويدوره الحاجات اللي ايه اللي هي اشتهرت شويه. لو سبتيه في فراغ بدون طيب اي تاسك، تدخل تخاطب، تدخل متخصصين تخاطب يشتغلوا معاه بالمره. انا بسميها الكتيبه او المنظومه اللي قلنا مدرسين وجيران واصدقاء وتخاطب وشادو تيتشر وقرايب وشخصيات رغايه وكل الناس اللي بتتكلم وبتشتغل تملى الوقت من اول ما تصحى لغايه ما ينام. فالتخاطب، ميزه التخاطب على فكره ان هو بيبقى عارف تعديل سلوك وتنميه مهارات برضه، فبيقدر يشغل وقت الطفل بحاجات كتيره جدا. صحيح. هو واحد من يتكلموا من خلال العاب، بالظبط كده، العاب ويفتحوا مداركهم. وفي فرق دعاء ما بين حاجتين، في ناس تقول طب ما انا ساكنه في بيت عيله، بص لا يخدعنك بيت العيله. ليه بقى؟ لان بيت العيله ابارنتلي ظاهريا انت في وسط اطفال، انما لو تقعد تدقق برضه تلاقي يعني الناس دي مش قاعده تتكلم في الوادي، يعني مش قاعدين ماسكينه زي بتاع التخاطب اللي جايبه الساعه 3 ل 4. ايوه مش تارجت عليه يعني. فالتخاطب مهم جدا في السن ده، انه يدخل جداً. وبيبقى مركز عينه في عين الولد ويقول له بص لي ويقول له اي تو اي كونتاكت كويس جدا. وطبعا هي بتبقى درجات يعني. طبعاً. لو كان الطفل والله لغويا كويس بس بقى اي ونمطي شويه ومنعزل سنه بس بيتكلم، طبعاً. خلاص ممكن هنا التخاطب مش يبقى لازم مطلوب قوي يعني، اختلاطات بس. سلمى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك انا بنتي عندها 2 سنين وما بتقولش غير ماما وبابا بس. يعني ما بتشوف حد غريب بتقعد تصرخ جامد، يعني لو خرجنا وركبنا تاكسي كده مع حد غريب تقعد تعيط وتصرخ جامد وكده. فانا مش عارفه، انا خايفه يكون عندها التوحد مثلا. هي بتبص لك، بتلعب معاكوا، عندها اخوات، بتلعب مع اخواتها بس. تجري وراهم مثلا، بتلعب معاهم بالمكعبات كده. اما بتندهلها بتسمع، بتفهم؟ بتفهم. اقول لها اختك فين، تقول لي اهي مثلا، لا تشاور عليها لكن ما تتكلمش. راحت حضانه؟ لا ما راحتش، عندها 2 سنين بس. طيب ماشي ماشي. بصي دعاء، يعني بالنسبه لموضوع سلمى دي 2 سنين اهي. سنتين دي اولا يعني الوضع احسن شويه على فكرة، مبكر اكتر طبعا. خلينا نبص لها بطريقه ثانيه. ينفع انت دعاء اقول لك والله هديكي كتاب ظريف جدا عن سواقه العربيات وهتلاقي علامات المرور تقريه وتنزلي تسوقي؟ لا ما ينفعش. لازم تنزلي بالعربيه، بديك عربيه كده قديمه تخبطي فيها شويه الاول لحد ما تلاقي نفسك سواقه كويسه. الممارسه الاجتماعيه واللغه عامله زي السواقه. يعني ممارسه. فالطفل اللي قاعد في وسط الاختين وقاعد بيلعب معاهم خلاص على قد الموقف، حلو قوي. لما يجي له حد جديد، انت لو حطيتك في عربيه دلوقتي قلت لك يلا اعملي الفتيس وراحت العربيه نطت، انت بتخافي جدا. اللي بيسوق العربيه لسه بيتضرب اول ما بيبقى خايف قوي، صحيح، ومش عارف يربط ما بين المرايه والازاز ولخبطه. نفس الشيء التفاعل الاجتماعي ده عايز اكتر من حاجه، عايز ابص واجيب اي تو اي كونتاكت، وعايز افهم هو بيفكر في ايه، وعايز ارد عليه لغويا، وعايز ابقى مركز برده مع حاجات ثانيه، وعايز اقول له حاجه. كل الخلطه دي مش سهله على الطفل بقى على قده، ممكن يخاف. صحيح. عشان كده الغريب لما بيخش ممكن اخاف منه واصوت، ده مش توحد، ده مش ذاتويه. فلذلك مش كل بقى طفل اتاخر في الكلام بقى ذاتويه يا جماعه، ده اسمه تاخر لغوي. ده كده لحد كده الموقف تاخر لغوي. وقد يكون السبب هو البيئه وعدم انها المهارة. تصرخ اما تشوف حد غريب. ما انا بقول كده دعاء لانها مش متعوده على السواقه دي، فاللي دخل عليه فخافت. كويس. قصة 2 سنين فما نزلتش حضانة، احنا قلنا احنا بنفضل الحضانة من 2 سنين. اما اذا كان الطفل متأخرا لغويا فبنقول ايه؟ من قبل كده كمان، ده انت ممكن سوري بقى هنا الحالة الوحيدة اللي من 1.5 سنة دخلوا حضانة عشان ياخد وقته ويتدرب. صحيح. فالبنوتة دي او الطفل محتاج ده حضانة. محتاج حضانة. نو واي، ملهاش حل. طيب اذا ماديا تعذر موضوع الحضانة ده، انا اعرف ام والله كانت فيري بور، قلت لك مرة ده دعاء، قالت والله انا هعمل بيتي حضانة، عملته مشروع هي اللي جابت بيه فلوس بقى. قالت يعني للاسف طالقها يعني كانت في قريه، قالت والله لا اثبت له ان انا هخلي الواد ده ينطق، وانا وزميلتي في البيت هخلي ابني من ساعه ما فتح عينه يلاقي عيال لحد ما قفل عينه، هعمل البيت حضانه. هي الفكره انك تجمع اطفال. شوفي الناس بتعمل ايه. والله فكرت ده تقعد تقول لك انا قادره على واد لما هقعد اجيب البيت وكده. يعني ولذلك انا ضد الفكره. كان عندي امبارح ام ظريفه جدا بتقول لي انا عصبيه وكنت بحب طفل او بتحبه طفل جميل جدا لما دخلته،
عارفه عامل لي زعروره كده منظره لذيذ فبقت عصبيه قلت لها ما فيش عذر قالت لي هيجيب لي خلاص الضغط انا عايز انا عايز اخد مهدئات دايما اسمع البيرنتس يقولوا لي كده اقول لهم اطلاقا لو انا اديتكم ابني انتوا ممكن تاخدوا مهدئات لان انت مش ميسر له كل انسان ميسر لما خلق له فانت ميسر لهذا الطفل بحبشتكناته بتعبه بقرفه بمشاكله بمشاكله صحيه دراسيه انت ميسر لهذا يعني قلنا اذا احب الله عبدا ابتلاء ويبتلى المؤمن على قدر ايمانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها والبرد على قد الغطاء كل حاجه محسوبه فمفيش حاجه اسمها اكتر من اللي انا امبارح برده كان عندي ام قالت لي يعني انا استغفر الله العظيم يعني بدات اسال سؤال يعني انا بقول لها على فكره اذا احب الله عبدا قالت لي بجد يعني ربنا بجد نتشاف انه حبيبني بكل المشاكل اللي عندي ومامتي وجوزي مسافر وحالتي صعبه وابني بالمنظر ده قلت لها اوعي تقولي كده اوعي تقولي كده لا تشك في حب الله بالعكس هذه علامه حب الله انه نشر واختارك انت انا عايز دي يبقى ده بيحبك لا دايما يعني لما كل ما الاولاد بيكبروا وافتكر ان انا مثلا هو انا كنت بتعصب على الهبل لما اشوف بقى مثلا ام معاها حاجه كده صغيره ومتعصبه قوي فافتكر ان انا كنت بعمل كده على حاجه هبله لاولادك كنت تعملي كده كنت يعني ما كلنا بقى كل ما بتمر بالمراحل فلما يكبروا واشوف انه مثلا عيل صغير بيعمل حاجه عبيطه جدا وما فيهاش حاجه وما تستدعيش كل العصبيه دي وكده اندم على الفتره دي انا ليه كنت بزعق لهم وهم صغيرين كده ومش فاهمين. بصي بقى في كنت بقرا كتاب اجنبي كده ظريف جدا فعجبني فيرب حلو قوي اسمه تو ماذر تو ماذر تو ماذر عملوه فيرب تخيلي تو ماذر تو فاذر تو بيرنت ازاي تبقى يعني مش عارفه اسميها ما اعرفش ترجمتها ايه بالعربي هتبقى ايه فتو ماذر ا تشايلد از ا فيري جود يعني فانكشن لا ده بس تو ماذر دي عندنا مش حلوه انك انت تو ماذر دي تصوت وتضرب بالشبشب وتعمل وتصرخ يعني هناك كانت منها تو ماذر دي يعني حاجه يعني حاجه فالماذر الام الأم خلقت لتحب الطفل مهما كان ببلويه وهي هتفضل فايتر ليه وهتفضل مهما أنا باكي عندي أم خايفة جدا ودي عايزين نعملها حلقة طفل كبير بس وعنده يعني حبيبي عنده مشكلة عارفة في حاجة اسمها المايكروكيفالي اللي هي الدماغ الصغيرة فبالمناسبة احنا دلوقتي بنناقش اليومين دول يا دعاء عندنا موجة رسائل في الجامعة على برضو تاني سلوكيات حديث الولادة لسه أول امبارح مناقشين رسالة دكتورة ظريفة كده دكتورة رانيا سمير بنتكلم برضو على سلوكيات الأطفال اللي لسه مولودين الدراسة كده بتقارن لقينا في حاجات كتيرة جدا في الأمهات اللي هم مش عارفين يعملوا ماذرينج كويس مقارنة بالأطفال اللي أتقنوا ده بتنعكس مراية طبعا فالمواضيع دي الفترة الجاية احنا مقبلين عليها وبدأنا كمان نعمل دورات فعلا لتدريب الحوامل وحديث الولادة ازاي تكير الغلط انه الوحدة تفضل بنفس أدائها طول عمرها بالظبط اتغير بقى يعني خلاص احنا بنتعلم دنيا خلاص اتعلمنا في الاولاني مش هينفع نعمل نفس اللي عملناه في التاني في نفس التالت يعني خلاص مش ممكن بقى تبقى الام القديمة دي عارفة اقول لك انت قديم قوي ممكن تبقى ام شباب بس قديمة ام قديمه ثلاث اطفال لسه ما فيش يعني صحيح. مش ممكن العالم حواليك بيتغير صحيح صحيح طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا اهلا بكم مشاهدينا مره تانية معايا مين من القليوبيه هند اهلا يا هند اتفضلي حضرتك كنت عايزه اسال بس الدكتور على حاجه اتفضلي انا معايا ولدين واحد عنده 6 سنين والثاني عنده 3 سنين الولد اللي هو الاولاني طول يعني لحد ما حملت في ابني الثاني كان هادي جدا وسلوكه طبيعي باول ما عرفت ان انا حامل بدا يبقى عنيف وعصبي وانا كمان بقيت عصبيه جدا معاه ولما ولدت ابني الثاني هو كمان بقى عصبي وخلاني عصبيه جدا عليه فانا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي اني بدات اضربهم اتعامل معاهم بعنف وانا يعني مش مبسوطه من المعامله كده عايزه احاول ان انا اغير من سلوكهم شويه ومن سلوكي هو اتعصب لما خلفتي ابنك التاني طب هو دلوقتي 6 سنين وثلاث سنين انت ايه هما ولد 6 سنين ولد 3 سنين معلش لحظه واحده مع حضرتك انا مش سامعه كويس
بقول لك هو ولد 6 سنين وولد 3 سنين. اه انت من ساعه ما خلفتي الولد التاني وانت عصبيه مش عارفه يعني تبطلي عصبيتك؟ يعني هو اللي بيعمل معايا باسلوب يخليني اتعصب عليه. ودلوقتي بقى بتعنف على اخوه كمان. طيب اوكي ماشي ماشي يا هند. انا فاكره امبارح يعني كان في خناقه كده مع ام وابنها، فقلت لها هو على فكره هو ربنا خلقهم يتشاؤوا وخلقنا احنا عشان نستوعبهم. حلو صح. يعني هو ربنا خلقنا يعني ايه، شئتي ام ابيتي شئنا ام ابينا، هو ده الطبيعي بالزبط. ان هو لازم يتشقى واحنا خلقنا عشان نمتص الشقاوه ونستوعبه، انما ان هو يخلقه صامت وجامد ويسمع كلامي وانا ما تنزلش سنتي بالظبط، يعني وهو اللي يسمع وهو اللي كده، دي انا طبعا مش منطقي يعني. انا عندي فكره عايز اقولها، يعني انت عارفه كاميرات المراقبه دلوقتي بقت رخيصه مش غاليه يعني. لو حد راكب كاميرا ثابته بتصور طول اليوم زي البنوك لما لو حصل حاجه بيرجعوا للشرايط، ودي رخيصه قوي. انا عايز اي ام واب يشوفوا نفسهم، يرجعوا بالافلام لما بترجع على الكمبيوتر، بصي على التسجيل وشوفي نفسك انت بتعملي ايه وشوفي بيتعمل معاكي ايه. فعارفه لما واحده جوزها متغير معاه، فايه يعني مش بيديها الاهتمام اللي هي متعوده عليه، هي عارفه نظرته، عارفه لمسته، عارفه كلمته، عارفه. فهي بتقول له انت متغير معايا، وبتبدا هو بقى يجي في مره يلاقيها غلسه معاه يقول لها انت مالك. هي طبعا نتيجه هو اصلا مش واخد باله ان هو متغير معاها، لانه بقى ايا كان السبب الشغل الاندماج اي حاجه، فهي كانها عايزه تلفت نظره ببساطه. فما بالك الاطفال يا دعاء، لما الام فعلا متاخده، كان الله في عون الامهات. بس قلنا تاني الام الجامده الام الشاطره هي الام اللي بتعرف تعمل امبريلا او يعني مظله تشوف كل، زي ما بقول لك كاميرا تراقب كل حاجه، راقبي نفسك، راقبي اولادك القدام، راقبي حملك، راقبي جوزك، راقبي كل حاجه. فالطفل اللي شايف مامته متغيره عليه لا اراديا، مش في تبول لا ارادي في الاطفال وكمان في تغير الإرادي في الأمهات. فأنا بقول للأم الجميلة دي تراجع نفسها تاني وتبص على نفسها وتعمل حركة المراية ولا الشريط ولا الفيلم، تبص على نفسها تاني. الطفل كأنه بيعاتبك بيغلس، هو بقى طريقة معاتبته الغلاسة يغلس عليك، بدل ما انت بترخمي عليا. وبعدين سبحان الله، واحنا قلنا قبل كده السنس من أيام الحمل مش من الولادة، مش بعد ما طلع، ده من هي ماما متغيرة، كأن في حاجة هرمونية، في ذكاء فطري كده في الطفل، إحساس ويفز بتقول ان ماما بتتغير. وفعلا الام اثناء فتره الحمل بالاستروجين بالبروجسترون بكل الباكج ده كلها على بعضيها كده بتبقى يعني شويه حساسه منفعله كذا كذا. فهي بتقول، الست بتقول انا بقيت عصبيه، انا كمان هو عصبي، وانا البيضه ولا الفرخه، حتى لو كان بيضه ولا فرخه انت اللي هتصلح، عمر ما الطفل هيبدا يصلح. صحيح، مش كده ولا ايه؟ بس فهي الام دي طفل طبيعي اللي عمله ده رياكشن طبيعي، وكانه لمبه حمراء بتقول زي الست بتقول انت اتغيرت معايا. اسال نفسك انا ليه عامله كده، اسال انت نفسك وانت تعرف. انا كنت لسه بتكلم مع الدكتور في الفاصل في فكره انه ايوه انا عارفه ان الامهات بيبقوا مضغوطين وعندهم حاجات كتير بيعملوها، وبتبقى مش عصبيه من فراغ، مش بتصحى من النوم كده ومتهنيه يعني وتتعصب، عارفه انه بيبقى عليها ضغط، وعشان كده لازم توجد البدايل انها تفرغ طاقه العيال في حته تانية، حد ياخد باله من الولاد معاها، حد يعمل لها حاجه تانية وهي تاخد بالها من العيال. فكره ان هي تبقى تعمل كل حاجه كل يوم لوحدها، يعني ما فيش اي مساعدات من اب ولا ام ولا مثلا واحده بتيجي تساعد ولا كده، دي بتجنن والله. على فكره يعني هي يعني انت اللي ترد عليا دعاء، يعني المراه مش عايزه حتى الفيزيكال، المساعده الفيزيكال، قد ما عايزه السبورت النفسي، يعني بس تحس انه مثلا جوزها واقف معاها او معجب باللي هي بتعمله او مبسوط بيها. لكن لو يعني في بعض الزوجات ممكن ترفض المساعده، تقول انا مش عايزه مساعده، انا عايزه احساس، مش عايزه مساعده، انا اعمل كل حاجه، هشيل العيال والمطبخ، بس انا مش ده اللي ما تشيلش حاجه ولا تحطها، انا عايزه اشعر انت واقف جنبي مش بعيد عني خالص. فهي نفس الشيء على فكره بالنسبه للطفل ده، زي ما بتقولي دعاء، هو عايز مامته ما تقعديش ترضعيني وتجيبي لي الاكل، ما هي بتجيب له الاكل، هي ما بتسيبوش، جيب له الاكل وداخله المطبخ وهلكه نفسها، هو كان لسان حاله بيقول لها يا امي لا
لا انتظر منك هذا، ليس اهم من الاكل ده كله. فين حضنتك بتاع زمان؟ فين صحيح. نبرتك بتاع زمان؟ فين اعجابك بيا؟ مش موجود. فده اللي احنا يهمني انها تراجع نفسها فيه. تمام. دعاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا كنت عايزه استفسر بالنسبه لابني، انا عندي ولدين، ولد منهم هيتم يعتبر 5 سنين في شهر 9 الجاي، فده كبير يعتبر. أيوة. بس طريقه نطقه في الكلام، يعني الطفل الصغير لما يجي يكلم اي طفل او يكلم حتى الكبار، طريقه المخارج الالفاظ عنده واضحه عن الصغير. بلس ان يعني هو كتفاعليا، لما كنت ودي انا بودي الاثنين حضانه، كتفاعليا الطفل الكبير بيشكره ذكائي جدا وذكي جدا، بس وكنت طفل صغير يمكن مش بدرجه ذكائه بس تفاعليا الاجتماعي اكتر منه. هو عنيف، بيتعامل بعنف. اجي لو انا بكلمه في اي حاجه، يعني لو قلت له حاجه غلط الاقيه بيعمل الغلط، لو قلت لاخوه مثلا حاجه غلط يقوم هو مقلد الغلط، عشان ما اعرفش هلا يبقى عايز يزعق له بنفس الطريقه. بس ولما يجي يقعد على اي تكنولوجي او تاب او كده بيبقى فاصل تركيز عن اي حاجه خالص، يعني اكلمه ما بقاش سامع، رغم ان هو كذكاء ما شاء الله بيذكره فيه جدا يعني. بلس ان لما بيجي، دي انا لاحظتها برضو بس مش اللي واضحه قوي، لما بيجي يجري هو بيجري كويس، بس تحسي اكنها في حدفه، بس هو اتجاهه واحد مش اللي بيحود او حاجه زي كده، بس طريقه الجري نفسها دي تحس ان اكنه مش عارفه احددها، بس انا حاساها مختلفه يعني. بس مش ان هو ان في حاجه في رجليه، بس زي ما يكون اكنه بيحود او اكنه بيعمل بايديه معينه بطريقه، بيحدف حاجه، بس هو اتجاهه واحد مش يعني هو طريقه كلامه شويه النطق الحروف فيه صعوبه. مش فيه صعوبه، هو بيتكلم عادي جدا وبطلاقه جدا، بس تحس ان بياكل الكلام، عارفه لما بياكل الكلام من خارج الالفاظ. وانا عايز اسال دعاء سؤال بالنسبه للولاده والحمل. هل كانوا بيور مفيهمش اي مشاكل يا دعاء؟ هو يمكن الطفل الكبير اتعرض شويه، شاف مشاكل وضغوط نفسيه او عن الطفل الصغير يعني. بس اللي ليه مشاكل في المخارج والجري ده هو الصغير. لا هو الكبير. 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 يعني اوكي. هو اللي اتعرض للمشاكل. هو بالظبط. وبلس ان هو لما اجي يعني يجي يلعب يقطع ورق، لعبه كله عنيف، يضرب يهرج يجي يهرج يقوم ضارب، تهريجه ناشف يعني. يمكن اخوه الصغير يكسر حاجه، اخوه الصغير اجتماعي اكتر في الحضانه، حتى بيقولوا له الكلام من ده، ذكائه اجتماعي اكتر. لكن الكبير على قد ما هو ذكي جدا وتفاعليه كدراسي حلو وذكاء، بس مش تفاعلي اجتماعي. تمام. ازاي اعالج النقطه دي؟ طيب حلو. ماشي يا دعاء، شكرا ليك. تصوري يا دعاء انه يعني في احد كثير جدا بيتكلم على الذكاء، في كثير من الكتب ذكرت انه وصل عدد الذكاءات لحوالي قلنا 28 نوع من الذكاء. هل تصدقي ان مصر بالدول العربيه كل مدارسهم بتركز في نوع واحد بس من الذكاء، اللي هو ذكاء منطقي، مذاكره، صم، حفظ؟ في 27 نوع متسابين. ده حاجه اسمها الذكاءات المتعدده. الذكاءات المتعدده. في ايه بقى؟ زي ايه مثلا؟ بصي مثلا زي الذكاء الحركي، الطفل المهايبر شويه، زي الذكاء الاجتماعي، الطفل عنده بقى مهارته ازاي يتفاعل مع الاطفال، ممكن تكون مش موجوده عند ابني دعاء. يعني هما المدرسين قالوا لها ايه؟ ان الكبير ذكي والصغير مش ذكي قوي بس متفاعل. ذكي في ايه؟ في الاكاديمية. الاستيعاب خلاص دي بتاعته. ممكن اخوه ما يبقاش في دي، بس هو ذكي في الحاجات الثانيه اكتر. لما كنت في النمسا من سنه، لا المدارس متصممه دعاء، واسرائيل وكثير من الدول في التعليم متصمم بطريقه اكوردنج لديزاينز الامخاخ والذكاءات، وليس النوع المنطقي اللي هو الرص. فاتمنى ان ده يحصل عندنا يعني. فبالتالي هو حضرتك رحت اسرائيل ولا ايه؟ لا انا دي معلومه واصله لنا من دراسات الجامعه، خدي بالك. كده يعني فكرت اسرائيل. انا ارفض يعني. طيب لا خدي بالك، هو دلوقتي الملفت انه الدراسات كمان في الجامعه، جامعه يافا، جامعه حيفا، جامعه شافعي، قاعده بتجيب دراسات كتير قوي، بتزعلي قوي تلاقي دراسات مكثفه عندهم هناك ومراكز. يعني مش ممكن الطفل من هناك وهو صغير البيزك ساينسز بتاعته مش كتيره قوي، كلها حاجات متخصصه حسب ذكائه. انت هنا قاعده بتعملي قد كده بيزك ساينس، معلومات كلها بننساها. يعني انا في مصر هنا كطفل ممكن اعرف ان اوباما رئيس امريكا، او المواطن المصري بيعرف ان اوباما ومش عارف مين كل دول رؤساء امريكا، ولكن في الحاجه اللي انا متخصص فيها ممكن معلوماتي قد كده. عكس الامريكاني ممكن ما يبقاش عارف ان رئيسه اسمه اوباما، بس عارف ان الاوكرا دي بالصاموله دي تتعامل. فالهين الاهم انا عملت ايه بان انا عرفت ان اوباما ولا مش عارف مين رئيس ايه يعني. فالمعلومات العامه دي حلوه، بس احنا لازم نزود في الجزء المهني شويه عشان نطلع انتاج بقى يعني. ف
فهي الام دي عايز اقول بس انه الولد ده قد يكون تعرض لهايبوكسيا، نقص اكسجين اثناء الولاده، which is ولا حاجه دلوقتي، وعلاج ايه يا دعاء؟ احنا عندنا الأكسجين. بقى الأكسجين. احنا هنا البرنامج وخمس سنين صغير، خمس سنين صغير، ودي فرصه حلوه قوي. كويس، والاكسجين بيجي على المناطق اللي حصل لها نقص اكسجين، بيعيد الحياه فيها مره اخرى. وليه بقولت جبتها منين انا؟ لانه الجاريه اللي دعاء بتحاول توصفها ده هي ممكن يكون النقص الاكسجين اثر على موتور اريا، على المنطقه الحركيه، او على السيريبيلم اللي هو المخيخ بتاع التوازن. فالجاريه فيها حدفه، فيها سميها ساعات جيتس، شافلين جيت، اللي هي يعني مشيته او دخلته فيها حدفه كده. كويس ان هي واخده كل ده بيتظبط. كل ده بيتظبط، موتور وتفكير، وكمان لو السوشيال، المناطق الاجتماعيه او الانفعاليه حصل فيها نقص اكسجين، فبالتالي انا مش المعبر قوي او مش السوشيال قوي، بتتحسن عنها بالعنف. بالظبط. بس مش لازم بقى، مش لازم بقى دعاء لما انا دخلت بالاكسجين ابقى انا مثلا شغلتي تور ليد، يعني اتحول من واحد ما بيتفاعلش خالص الى مذيع او الى تور ليدر بقى بيتفاعل. لا، انا بصلح حاجات بس بحدود. الشاطر يدور على المهاره بقى الحلوه بتاعته. صحيح. واحنا الاكسبكتيشنز او توقعاتنا من ولادنا اكتر من مش اللي المفروض نعليها قوي، ما نعليلهمش السقف في الحته يعني. يا دعاء في الحته اللي هي مش بتاعته. يعني برضو انا بقول لدعاء ما يعني مش لازم ابنها الكبير يبقى هو الراجل، بقول لك اللي بيقود العيال، لكن ممكن نحسن اداؤه الاجتماعي وما نسيبش الحته بتاعته القويه بقى اللي هو اكاديميا شاطر. وساعات بندخل الولدين مدرستين عشان ما يتقالش ده اخو محمد، ده اسمه حسين على فكره. لا اقول لك ده اخو محمد عشان التاني هو الاسبق. انت شايف ليه ده اخوك كويس؟ بالظبط كده. مش عارفه ايه ده اختك. خلاص اصبح الريفرنس هو التاني. كل حاجه تنسب اليه غير اخواته خالص، غير ما اعرفش. مش كده؟ صحيح. ده الكلام. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور. وفي كل الحالات اللي فاتت دي التعزيز الايجابي اللي دايما حضرتك بتذكره. بالظبط. ما قلتوش النهارده فقلت خير في ايه؟ مواضيعنا كتير يا دكتور. نظبطهم متلبسين وهم بيعملوا حاجه حلوه وهو مش عنيف وهو كده، ونقول له برافو عليكم وكده. من عشر الأم يا دكتور، الله يكرمك، ربنا يعني ينور طريقك دايما زي ما بتنور حتت كويسه قوي عند الامهات. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ايهاب عيد. بشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم على خير ان شاء الله يوم السبت الجاي. سلام عليكم. كل اللي بيحصل في حياتي.